اهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتم. بنرحب بكل اللي انضم لمتابعتنا من خلال ساعه ونص من عمر الزمان اللي بتجمع بيننا وبينكم. سعيدين جدا لكل الناس اللي بتحب البطانه، ارض البطانه وما فيها من جمال ناسها وجمال ارضها وجغرافيتها وجمال تقاسيم المنطقه. البطانه يمكن كانت هي ملهمه لكثير من الشعراء لانه هم يكتبوا فيها وفي كثير من تفاصيلها، سواء كانت ناسها الموجودين فيها كرمهم الفياض، المنطقه في ذات نفسها، كيف ان هم بيعيشوا تفاصيل حياتهم اليوميه وتفاصيل يومهم بتميز وبتفرد وبجمال مختلف ومتميز. نحن سعيدين جدا انه يكون معنا عبد الله محمد حسب الله ود الشريقاوي. اهلا وسهلا بك حبابك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وأنا سعيد جدا أن أنضم ليكم الليلة في هذا البرنامج، وإن شاء الله تنهل من معين البطانة في الأدب. يا سلام، أهلا بك. ونحن الليلة حنمشي لدار مهبج. نعم، حندخل فيها عبرك بتفاصيل شعرها وبتفاصيل المنطقة وبجمالها. ومعروف أنه أرض البطانة عندها خصوصيتها، كده كلمنا عن مهبج دي ذاتها هي شنو؟ وأرض البطانة مهبج، أصلاً البطانة بيسموها مهبج. مهبج دي، الهبج ده أصله النباتات اللي بتقوم في البطانة، ومن ضمنها الحنتوري بيسموه الهبج. نحن دائماً نطلق عليه كلمة هبج لما يكون ارتفع من الأرض شوية، اللي هو نوع من النباتات. أي نوع من النباتات الهبج أصلاً. فالبطانة غنية طبعا بالنباتات، لكن في الزمن اللي علينا ده يعني كثرت عليها البهايم الوافدة من كل ولايات السودان، لأنه يعني ولايات السودان كلها انتشرت فيها الزراعة، امتدت فيها الرقعة الزراعية، وبقت الرعي ضغط على البطانة وقلل من النباتات حقها. لكن يعني نحن لما قمنا في البطانه كانت غنيه بالاعشاب وكانت جميله، هي لسه الحمد لله لحد الان مختلفة يعني، وهو الجميل جميل ما اصلا يعني هسي الزول يقول لك في التوب ده سمح، تلقى فوق مره تلقى سمح يعني التوب تشوفه مره ما حتى تشوف واحده ثانيه ما تشتري ذاته. فالبطانه دي يعني في مهما كانت خريفة، مهما كان خريفة هي جميلة. يعني كان لبست زينتها كلها واللبس جزء منها هي جميلة. يا سلام، انت ده تحيز عشان انتوا ناس المنطقة. لا لا والله هواها جميل، وبعدين ما فيها يعني ما فيها قارص وعوض ولا فيها يعني، بعدين الناس ذاته ناس يعني هادين الحمد لله، يعني يمكن بتقبلوا كل الولايات اللي بتجينا في فترة الخريف دي يعني بتقبلوها، ما بكون في مشاكل، ما بكون في احنا نتكلم اكثر عنها. لكن احنا بنقول طبعا يا ود الشريقاوي، نعم، وبنقول انه وصفها كيف، لكن انتم بتقولوه نظم وشعر. ايوه بنقول مختلف، بنقول. طيب ما كده يقول لنا منه. نحن بنقول شعر، فانا ما كملت لك، قلت لك يعني هلا ديل بياو كل الناس اللي بيجوا من برا، يعني كان في زول مريض، كان في زول لدغ ودبيب، كله بيستقبلوه بيعالجوه كده. فهني شاعرها بقول لها طبعا مفرداتنا نحن دي هي قد تكون عربية قديمة، لكن الناس تخلت عنها في بعض الأحيان. فبقول غفارك زغزغ الظهر طلق نسامه، براقك بيجمع في المزوم قدامه، يا رباية الدفق الحروج ومامه انت وجيبة، وهلك في العشير ما لامه، الليل البروق امسن برفة سافل، ونفيانه كتر جاب الشلتت جافل، يداعك سحاب ورزم الليل قافل، غفارات البطايل صب فوق نوافل، يا بطانة الضراه اللي عشيرهم كافل، رعاك الباسط من الخلوق مو غافل، بالهارب جقيق والميرفا بالحافل، كان بتضلي شاكريب فيك طاحنا يا حافل، الضعن بشروف غادي خدت مسايل، وقرقر فوق الظهر السحاب وقلايل، طيف الهجعة جابوا له العشا المو مايل، عتيب نوقا مرات ونقيب وجوا خايل، يا المرد الدفر فيك اللي ديغي منايل، بروقك بلمع عن قبله وسحابك شايل، المكفل محنتي تو متلمس كان سايل، نزلوه العشاه وداوروا له شوايل، هطلوا قبل العصيب برد اللهايب الصيف، هواك بعد السمايم جاب لنا التكييف، براق الهجوح كسف هجومه عنيف، سحابك قام تقول نوقا مسافر الريف، أبقى نفل بمصع بالحصان والسيف، هولك يا المرية السيل عطاك ما بقيف، فيك جدع الغوافي الوارد غير تكليف، فيك أهل العفو بطر العشير والضيف، فيك صيم مفاسح
وحد ما هو قصيف فيك حنتوت مهاويا بجيب الكيف، فيك فارس الصدل من الدنايا عفيف، فيك مع القبايل الصافية ما هلفيف، براقا بلوح من الثلاثة صباح. الثلاثة طبعا منطقة ما هي شدرات كده بسموهن الثلاثة. براقا بلوح من الثلاثة صباح، يعافر في السحايب لا من الليل راح، مع وقت الرغيبة وشقة البياح، عمى تريرة وشريط خطة فوق جناح، رايق صبو لا راعد ولا كتاح، لا إزعاج ولا المال من مراح زاح، الغرى والودين زاد جمالها سماح، ونعم بخريف غاية ما هو شحاح، بعد هجموا الخلوق بالليل ومالهم طاح، شايفهم حزر سيل المعالق وصاح، قاموا مشمرين ناس العشا وكلفاح، عام الفريق ما فقدوها طراح، الدمدم سماك يا مكوع وبرقك لحة، رعد يكر وسحبك فوق حدوبك زحة، سالي غرق الوديان وابلك صحة، أخذ الليل وباكر في الصبيب الضحة، رف الجبل ساحات الصبيب والسحة، بيركم التقال غمم الجبال ما طحة، ضعنا الروف فوق حزم وقصار لفحة، زمل شيء زمل شيء والسموح جبد الوحل منحة، العباد اللي معيه العقول أفرحة، سحابته العام ربيبير العند كتحة، من جيزان كديس فوق النصوم صباحة، أرواها الودين والعلاوي مسحة، براق الهجوح كتل السحاب زحزحة، مرة يزيم ومرة بالعند يرشحة، لا من قابل اللي كبيته تاني جدحة، بقالها شمال وفوق هذا وفوق عد فوق علوم هشيمة لفحة، عليك المولى رحماته الوسيعة فتحة، خصاك بالسما المضرار وارضه طرحة، خيرك برا دايما الله انقطع لا شحة، وقسمك لقبيلة في العشير ما فضحة، البراق سابق في السحاب من ليله، جاب مايا كثير واسهر منامي وليله، فوق حدبات كشيش اصبح مميل حيله، وانفجر الضحى وعمت الودية سيله، فرسان العروبة تدلهم مو مشاتر، رحلوا معينين بلد السحاب الماطر، جمالهم متي السرب الزراف متقاطر، قصدوا المتعة بين سما البطان العاطر، عقيد الدور صباح جبد الضعاي خاتر، فوق الدوم ويدفك في الحبر متماتر، أهل السمطة والطيبة تجبر الخاطر، خيرهم برا لا حوش لا ضرر ولا سواتر، رحلوا الليل عربان بضفاير واردة، وادي الخاصة قطعت الضعاي تاذة، سفاين الصحراء قذفا بالمهاوي الباردة، قاصدات العلو الفوق الوحوش متطاردة، الركم التقال أمست بروق وتعافر، بسط الأمة بخير الإله الوافر، المات حاوى من كبد المدينة سوافر، مالي نهد في الهوج المقابل الدافر، دا يعني دا شيء دا بس فيه دا جزء من والله يا ولد الشريعة، ونحن دخلنا معاك البطانة. نعم دخلت البطانة، لكن في مفردات أنا قايل بتكون شوية فيها صعوبة. لا في مفردات بتكون سقطت سهوا، لكن دخلنا معاك ومشينا فيها وفي تفاصيل مناطقها وفي تفاصيل بيوتها وأجواء وخريفة ومطرة وسحابة والتفاصيل كلها، ودايرين برضو نعرف الأطفال عندهم ذكريات خاصة عموما في المنطقة. نعم. ودي الشريقاوي وهو طفل صغير. نعم. في البطانة. نعم. شنو الأخذة منه؟ والله أنا طبعا عشت في بيت شعر، يعني يمكن والدي وناس بيجوا بتونسوا معه، أغلبية تونستهم الشعر والسير بتاعات العرب الزمان في البطانة وشعراها يعني كان أول الشعر اللي كنت بحفظه بالضبط الشعر الخفيف، يعني في زي أشعار ناس محلق الحمراني وزي يا سلام كبار الشعراء، يعني أي دي للشعراء البدري وأشعار أبواتنا براهم، يعني كده قول لنا منه، قول لنا من الشعر القديم اللي كنت بتحفظه وانت كنت طفل صغير. الشعر اللي بحفظه وأنا كنت صغير يا هو شعر ناس محلق بيورونا به أبواتنا، والسيرة بتاعت محلق الحمراني فوق تاجوج. نعم. قالوا في بعض الأحيان قالوا مرة كذا يعني عمه قال لي يا أخي تاجوج دي فضحتها بكثرة غناك وكلامك اللي بتقول في ده، لكن الليلة كان مشينا أنا وياك مشينا دورنا للبهايم دي ندور لهنا الأعشاب، لما نجي راجعين إذا ما قلت غنى أنا إن شاء الله برجع لك تاجوج، هو ما كان طلق. فقالوا في طريقهم ذاك ماشيين قال لي خلاص اتعهدوا، طبعا دائما الانسان لما نجي عند الاطلال ما بيقدر يسكت، ما بيقدر حدث الوعد ما بيقدر يملك نفسه، ف
فجوا في الديار اللي كان طبعا هم بيتنقلوا في البلد، ما هم بوادي بيتنقلوا من منطقه لمنطقه. فقالوا لما جاء في الديار عاين قال لي هذه دارها لعمه، قال لي هاي، قال لي ديلك اللي دايها، قال لي هاي، قال لي داك الفريع مع الاقربايها، قال لي هاي، قال لي كان نسلم من الدنيا وجنايها نتونس مع البضوان تنايها. اها لقى نفسه يعني ما قادر انه يسكت، لقى نفسه وانا قال لبست حريرا كتري وكبت غزير الريش فوق كفتي. دخلت حشام ملك ما بتتلقي يا شيخ بدو الحمران، انت قبيس قلت لي؟ قال لي قلت لك بدل المرمل انت ما خلاص. ده لما شاف نفسه جاب الغنى. ففي المبخر زمان اللي بيعملوه من الطوب ذاك من الفخار لقاه مكسر في الدار ذاته، وفي يعني الجماعه قعدتوا بيقولوا لا مؤاخذه الحمير واقفات في ظل شذره فوق. فقال ما تستاهل الكسير ترى دي الحمير يا مبخر السمحات غنمس نبيل. صندل شقيقه بلوح مشرب كثير زلقا بصيح في الليل فوق السرير. ما تستاهل الكسير ترى دي الدحوش يا مبخر السمحات غنم الفروش. صندل شقيقه بلوح مشرب قروش زلقا بطيح في الليل فوق البروش. يعني غنى كثير طبعا حلف يا والجفين ما هلبوها ونعمين نهل القباح ما بيشبهوها، دي غافيه ثاني. كريشات الحشه ما جاقروها وكثير لبن البكار عندنا سبوها. حلف يا والجفين ما هم صفايح انا قد مدلك الترع وترايح. بكرت الجيقة نمجرسا بصايح جنيف تلب علي التام القرايح. حلف يا والجفين ما هم دموكا وعناق المدلك الخدر هم كموكا. تضلع تقول ضارباها شوكة وتسوق الديس على الرقبة الدهوكا. ده الغنى كان محفظ زمان يعني. المهم رجعها في النهاية. هاي كان جات تمشي في كورم جعيب الرايح تعجبك تلة الليد مخلالا طايح. عرق الزرزرون مسك المدينة الفايح هاي اي عرق الزرزور مسك المدينه الفايح تلقاه في وريد ست القرين المايح. ان جات تمشي في كورم جعيب الوارد تعجبك تله الليضم خلال الشارد. عرق الزرزرون مسك المدينه البارد تلقاه في وريد ست الحشا المتمارد. ده الغنى اللي كنا بنحفظه. وبعدين والدنا ذاته طبعا من الناس الاصلا شعراء البطانه وغنى في البطانه كثير يعني. قال ده برضه بنحفظه منه. نعم. اذا عندك سؤال لا قول تفضل طوالي. فكان بيقول ده برضه تابع للبطانه، والدنا بيقول فوق ريرم قلوت. احنا طبعا ريرم دي معقلنا هناك يمكن يكون درستها في الجغرافيا. أيوة. في قلب البطانه فوق ريرم جميله جدا. فوق ريرم قلوت صح منزل الوبال ومن فوده قنيص جابها مبري بنال. مليق جمع ملا وخور المساكين سالوا حرات الجشيش سووا اللبن قلال. الخط المحنتي تدوروا الرحال واحدين هدموا واحدين ضعنوا الشال. عازلين للعطف نيبا تقول فيال سايقين سوقا نعم نسها وسرورة بال. فوق تب الملح خط الفريق توتال بانين دوب اللي بقاجرين بروش وشمال. قارنين المحنة العمشق يقال خال فوق كن هيبة مبسوطين بنون المال. يعني العمشق يقال خال دي معناها الناس بيزوجوا البنات أولاد عمهن يعني ما بيجيبوهن زول من برا ولا بيقولوا العم شقيق الخال يعني عمه شقيق خال اللي هو ادى عمه. جميل. شقيق السوق نعم يعني العم شقيق الخال. اي فوق تب الملح خدت الفريق توتال بانين دوبل كاجرين بروش وشمال. دوبل ده بيت الشكريه زمان الدوبل بيت بريش. قارنين المحنه العم شقيق الخال فوق كنا هيبه مبسوطين بنون المال. رحلوا البلعلاب من الشقيق وعجال عقبوا العالي سايقين بملين عتوال. في الكرابه خدتوا ربقوا العجال ايامهم عديله وحالهم احسن حال. يعني هناك برضو بيقول فوق حدبة ملوك سحبا بزرق خطة سيل السارية جدول نار عشانها همتة. والدبل كنبت كسى من عريه وتغطى مسعود يضو فضت في القصير سقطة. عقيد البادية ركب بالملايين كتة. عقب الهورم وديك النديوة قصطة لقى حنتوت وتبى موت طير ما خبت تهدم وشار رحل قايدة قبيلته قبطة. الراجيها ميراس من جدود تبى خطة فوق ظهر اللحو ندل جروس عود فطة. خدت فريق هبطة تبع علي البرتة حلبولها الدقاق لبن اللقوح مشطة. شربت ضرب صوت رقق ضميرها خرتة مبسوطة وسخية النعمة ما بتج حتى دي بنت البادية. جاليها العفا وبخت الشقيقة الستة بالمتعة تمام الريد حليلها بسطة. يا سلام. احنا يعني من الشعر
رباعيات كبار الشعراء والناس اللي تربيت معاهم وقمت معاهم، وهم شربوك البادية بتفاصيل الجميلة دي. البادية برضو واحدة من التفاصيل الحلوة، الإبل، والإبل عندها حظها ونصيبها اللي كتبوا فيه الشعراء واللي تغنوا به في شعراء البطانة، وفي بعض المصطلحات يمكن بيبقى صعب من الناس على الناس إن هي تقدر تفسيرها. يعني الدبوقة والحركة وما إلى ذلك، كلمنا عنهم، دبوقة والحركة والفرق بيناتهم الاثنين شنو، وحركة الإبل ذاتها. دبوقة دي ما كيف يعني؟ ما قدرت أفهم الحركة بتاعت الإبل إنه أنتوا بتكتبوا فيها شنو؟ الحركة ساكت في الإبل، حركة الإبل والإبل ذاتها كنوع من أنواع الخيرات اللي عندكم في البطانة. يعني أول حاجة الإبل عندكم فيها كثير من الشعر اللي كتبوا عن الإبل، عن إبل البطانة، وفي جزء منهم موجودين في الغرب اللي هم الأبالة والسبالة واللي كتبوا فيها برضو تفاصيل، واللي عندهم حتى إيقاعات مش بس كتابة كشعر لها، عندها إيقاعات كمان. أول حاجة بالليل طبعا من هنا الجمال بتاعات الركوب، يعني الركوب ديل عندهم شعر خاص اللي هو اللهم صل على محمد، يعني اللي هي الوسيلة بتاعت الإنسان اللي بيرحل بها من منطقة بتحول بها من منطقة لمنطقة. عندنا واحد بيركب فوق الجمل ده، ده لا ما في عربات وما في حاجة، يعني هو وسيلته اللي بيرحل به وياه وسيلته اللي بيصل بها لمرام داير، يعني كان قاصد أهله قاصد. فده غنى الجمال بيسموه المسادير. حس عندنا ناس طبعا بيقول لك الغنوة الواحدة بسموها مسدار، لكن المسدار ده عندنا نحن يعني انت سادر من بلد لبلد. مسدار ده فيه غنى كثير، يعني قد يمشي ل 30 ل 40 مفردة، لكن حس في ناس بيكتب لك غنوة واحدة 40 بيكتبوا عليها مسدار. فده ده نوع الغنى فوق البل اللي عندنا نحن متعارف عليه في البطانة. البل في البطانة نحن اصلا هنا قبيل، ونحن حس ما قاعدين نغني فوق الغنى الخاص كدي إلا في وقت كان في مرض الجرب، وده يمكن ما في زول عرض له في كل التسجيل، أنا ما سمعت زول أتكلم عن الجرب في البيل. وفي نحن بنصف يعني مثلا في أثناء المسدار كان مرحل لنا قبيل مثلا شيخ عرب راحل بقبيلته كدي، الوصف بضم الألبل وبضم العطف وبضم يعني حركة البادية كلها بتكون مدمجة سوا كاملة من غير ما تفصيلها، من غير تفصيلها. لكن في غنى الجرب ده زمان كان البل بجربا والناس بينجمعوا فوق كل النفير، وكان بيطلوهن طلب بالجزازات اللي هسه موجودة هنا دي. وبعد ذاك عندهم دهن بيسموه بيطلعوه من الحنضة اللي اسمه القطران، وفي دهن بيطلعوه من العندت، العندت اللي بياكل العيش ده، في دهن بيمسحوهم بيه والبل بيشفن. لكن الواحد كان هو بيطلع في الناقة وبيبكي وبقول بشاشة اسمها مشاشة، لكن هو شعر دوبيت، يعني في أثناء ما بيطلع فيها يعني مثلا يقول له يا أبو محمد أتياما وريد تلباهي بتلوم من الرجيت فزع الجنين الشاهي، ده والدنا في الجرب. وقت العيش يروح منتج جود الساهل العدمان سبيل درم عتيم الناهي، عتيم طبعا اللبن هاي يعني. طيب دي ورينا برضو المجارة والمجادعة والمساجلات برضو في بيناتهم في مساجلات ديك. في المساجلات دائما بتكون في الشعر بتاع الغزل المساجلات، لكن مثلا زول غنى فوق جمل ورفيقه برضو بجيب له فوق غنوة تانية، لكن ده حسي غنى الجرب ده الشاشاي بيسموه، هو غنى يا دوبيتو ده، لكن احنا بنسميه الشاشاي لانه الواحد بيقوله بصوت، لما كان بيطلع في البعير بيطلع فيه وبيقول بصوت، يعني ده يا بعوضه ده كل البلد جايبيدك دايره بالسواد تابكك في وريدك وردوبك مشارعات المخافه عبيدك شيلة فاس ملاقات اللي ديغ مسيدك، كان بغنوا كده يعني. هاي الصق يا البهام لا تدور عليها حراشه، عجل بيرواج شرط حنوني قماشه، دورك عند الحدبات دعكها وداشه بصنق المعالق والقلل المرشاشه، هاي شوقارة الصعيد زعلانة فيها ميلة بتدور النشوق وام القرود دار ليلة، أبو أحمد نفى العريت عليه بصانديلة دعك الهونة ما باكر بطبق الشيلة، يعني البلديل ده غناه في الجرب وفي الثناي. طيب المجارة والمساجل، المجارة دي دائما في كان عند شيابنا في الغزل، يعني الشعر في البطانة كان يعني زمان كان شعر الواحد بيحب اخوه بيريده كان جاته منه غنوه، هو دائما هو لازم يخش معه في، فهن الناس طبعا بيتجنب الواحد يغني قدام رفاقته،
لانه لو شبه مثلا بال لو شبه هو بال زمان في حاجه في الضوء اسمه الرتينه ولا في الرتاين وكذا، كان شبه بالرتينه ذاك بيشبه لي بالكهرباء كان جايبها فوق له ده يعني شكل شبه ده بحاول يزيد 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 في الجمال. فدائما الواحد بيتجنب انه يغني قدام اخوانه، لكن عملوا بيعملوا القرعه مثلا في بعض الاحيان. فقاموا عملوا قرعه وهم قاعدين جماعه في شعراء منهم هو اتحسب الله والدينا ذاتهم ما اتحسب الله، ومنهم العاقب عبد القادر ود موسى، ومنهم كرار ود كردم، ومنهم حامد ود باداب، ديل الناس القاعدين. فلما رموا القرعه يغني واتحسب الله اول، فقام قال ظهرت ديفه عند التايه ساوي طعمها ستفرن سمح وزرق وشام برطمها، تتلي التلميت البرق السواري ختمها تمشي متاتي ما كتح العجاجه قدمها. عمنا كرار قال للخلاك سهلك عود تمالت تمها بوبح عنقها وعند المتاني برمها، بريريف تم قاشرات الحيامه غنمها لا سيد كلب ولا بنداقي ما تعشمها. العاقب ود موسى قال عاشق اللينات اطباعه مو شرزان، يصبح فاضي ساكت في الشرع عزران، بريب المعيز من وسط ضمران رطب محزمني للسما المزران. حامد ود باذاب قال له يا العاقب جنيبه فارس الديدان، تاخذ الحفله يوم اللمه والبيشان، عنق باهي والسديم برا الرمان جمال رباني قبلك ما انذكر في انسان. كرار قال له يا شيخ حامد القلب استخل الان عاد وحيح ونو نايم مفارقه زمان، الفي برع لا عند الحزم غرقان كحيل طرفه مشي من الردف وحلان. شيخ حامد ود باذاب قال كل ما تفلي مع شوك تلقرينها بيندي، قلبي يروح وانسى الغير يمسخ عندي، شلوخة ثلاثة واردات زي بحور الهندي، حافظة فنون جماعة تقول أبوها أفندي. أفندي طبعا ده رتبة كبيرة. فكرار قال له يا شيخ حامد ما نجدنا جاه الجندي، نو ناينم ويعمل في القلب فرفندي، الجامعة الخصائل كافة بند البندي، حافظة فنون ودب مهرة بنادر شندي. دا جزء هني برضو عمنا أنا ومحمد حسب الله قال كرار قول له كان جايك خبر من غادي، أسهر به وسرك منه لا تكون فاضي، أصبر فوق زاهي نعدو دور الوادي، يتفرقك بلم وأنا شوقي لف يا مراضي. كرار قال له اللمات شرفا في الحيام وبصدا، وين بات تبو من ردة لنيسة تعدا، أطلب المولى لجنون القلب يتهدى، نكفل سيرته يا محمد دروب سدا. واتحسب الله قال له كرار قول له مرضا صابني ما بيتداوى غير نوقيش في صوص فوسي بسقادي الناوى، سأقيل لرقيو تعقب سبوع وكاوى ساق أدوس ولاما بالضرير الساوى. كرار قال له وين يا محمد الخلق الجمال هين زاوى، وين السر هين كاتم مروق وضراوى، وين الفم بيلق القبيح معا، وبين الدكن الياقوت نظاف وضاوى. كرار محمد قال هو حسب الله طبعا كرار قول له ما زين المسل العارض لا قال له وين ادعج قصيره، وين شروف دواره، وين الرخرخ السكن القضيب نوساره، وين البرع فات حزاز وعمك صار، وين العاشق منضم ضيب تاهي افكاره. كرار قال له وين العاشق سرجت في المعالق نار، وين الخض يضوي الظلم سموح ابصاره، وين المسخ الناق على الحلق طيار، وين الدرع البوس وخنق زنهاره. يا سلام. واتحسب الله قال له وين يا بلي، وين اللهل في العطافه، وين زي حادق وعنده ذوق عفافه، وين بشور يد الريل السلول ينقافه، وين الطل اللي بعد بقينا مسافه. كرار قال له وين الكحل ابصاره وهدو الاكتافه، وين الكابي مبروع مضمر هافه، وين الهبل القار العلوم اوصافه، وين بين مهره باشري ملصافه. واتحسب الله قال له كرار قول له ما زين المسل العارض بيزين سمع حدقه لهي جمباري، وافر برع غتل بالوريد من الطارد عمك صار ولا عند الفنايد وارد. كرار قال له ستات الصبح السالب حساره نمارد، في جوجو في يا محمد سنين ينهاري، دوار عاطفه النقع الحشام يتماري، دهج يمردو ببكوع مبوب حشاري. محمد قال له كرار السلول هنقافه ببريريبو، كفيل الامه من عين الحساده حسيبو، عاشق الدور وهدم الغبش شال فوق نيبو، ضاق يا كافي حال ود النعيم وضريبو. ده دي المساجله. يا سلام فعلا يعني امير شعراء الباديه ود الشريقاوي يعني ما تحفظ وما يعني حتى المساجلات اللي بين الشعراء زملائك برضو واهلك وبرضو بتحفظها، لكن احنا عاوزين ماذا كتب ود الشريقاوي ذاته في الغزل؟
والله ده شغال كتب كثير. يلا ادينا واحد من النصوص اللي كتبتها في الغزل. كتبت اول حاجه الغزل ذاته يعني عند الشرقاوي اتمرحل يعني في النهايه الواحد بيحاول يتهرب من الغزل، لكن الحكايه دي قال هي ضرب من ضروب مجنون ليلى قال وما الحب الا عبره بعد زفره وحرم على الاحشاء ليس له برد. فالانسان مهما يتهرب يعني في النهايه يكتب غصبا عنه. طيب فالشعر الاولاني كان يعني من الشعر الاول حاجه كان بيقول انا بغني مع العين، عين المطر. ده مصدر طويل جدا يعني قول لنا منه حبه. بعد كده المرحله اللي بعدها بديت من البطين لانه البطين اول منزل بيظهر فيه البرق، والبرق طبعا له اثر مع الشاعر. الشاعر بتاع السربيه ملهم. اي فعسى يمكن المداح برضه واحد يقول لك البريق ليله البريق عمله ليله البريق. فبيقول يعني تعيلات البطين نسام لعاش جاني معاش هيلت البروق ظرف الصباب رماني كمال مولي يرحمني وعود كنت تاني تسفك دمي عمدا وحره ما افتنداني جميع الامه تابت وسابت الولا هادي انس المراضي في الضمير شعاني عادني الهلاويس والبريد وجفاني متى يا خالق تبرد حمتي العساني انا يا خلي فاقد الصحه بالازماني وجددت انين الحسس الجيراني ما زين المهرد يوفي بالايراني امس الدار خاليه فات خطر خلاني لجت عيني يا نوح والسهر والاني وقلبي انصدع وتعطل شرياني يا الهافت جدي ميمون وكفل اكباني اصلي شقاوتي الا ظروفي ميل اماني دخل زنقة تري وطار وصار ومعلج وين نلقاله جسما في البقونة بتلي يا الفرق كفيف في السحاب وفلج حملتيني هم مني مو متبلي الدبران بريقات القرد هضليمي زادا والهب رياح الدعاش ونسيمي الرطب المثل بكري البنون عتيم طول الليل يبلع في الغبينة فطيم الدعجل بيشلح في الظلام برسيم طوعا ولا كرها ليك وجب تسليمي كان الدنيا جادت بالجنان ونعيم ما بتايا ياما في البطانة مغيمي عقب قاني العصب برد اللهايب الصيف طريت الجسم دفاي للكياقي بوزيف مع شوقي المهذب وطبعه ما هو كسيف حليل الشوفت بقيت في خيال الطيف الساري اللي بتكمى الثاني عقلي خفيف وذكرني المخرط وعود ما هو هليف انا يا اللي عندكم حد السماحه بقيف اتمنيت ليوم في سوحكم ننزل ضيف غرد بلبل الدوحة الظلال وريف تقول عارفني فاقد احبابي وامري ضعيف يا عطر الحضور الحالي فيك الريف ليمي تعالج المغموم وبصره كفيف يا خلي الضراع الليله دود اسحابه سكن الحله ما بقلبنا ما يرضابه الخلاني نجم الليل عرفت حسابه سببي لرعي الحف البرد عنابه يا لها الكرام والضيف بيقولوا حبابه هون في الشباب غيرك مقفل بابه يا مخزونة الذهب القطار طلابه والرستين طاعونا صعيب اطبابه دخلت عينة النتر سحابا عاتم وتحرك لي ساكنا في الضماير كاتم ببركة نبينا للرسالات خاتم اجمع شملي بالظبيوم حقيب الفاطم مكلوفة علي اليوم الكريهة بلاطم بيني بينك الساد الطريق القاطم نور خدادي كشلح في الظلام الغاتم فضنا طبيعة فمك بالقبيح ما بشاتم هيط المنظر الطرفة ورطم متكلم جاو صبيب وبرقا في السحاب بقلم وادعيني من لجل للسهر متعلم زاس وقيد وحسس الدم وما هم دلم يا ريح الجنوب بالله ليه نسلم ترك شايف في حالة العاشق المتألم قول لي لتيبة الحقنة السحابها مظلم أمل ضعيف براطيفك بشوفه بحلم يا أصحاب الجنوب بالله عرج مرة شايفك مرتحل قاصد بليد الدرة أحكى لامي ليه مهر الدكين ومغرة عدم النوم ولحم من عظام يتعرى سحاب اليفها أصبح للبلد متيام أنا لا صح لا قلب من أم مستامن لطيفات الخصور القمح عشام الناس غيس قبلي فوق جريرات وسامن يا خلي البروق القلع عن عتام الرفن وساقن المزني التقال قدام الخيل قد تزيل كدر الحزان انغامن اصبح منهم مزيون وعظم الضامن بروق الخيرسان عاد من السحايب ساقن شط مزاري كالنائي دروبك عاقن ما اكمل لي يا ليك النفوس اشتاقن الا ارواحنا بالليل في الحلم يتلاقن اتردم سحاب الصرف ودفق باهل وانفتق جروحا كنت ليهن جاهل مشتول القريرات الجداول نواهل منه زمنا لكن اليقين مو ساهل العبا والسماك جابا بروق وصواقع وصبري كان كثير امس الديار وبلاقع عاشق الفر ذي طبر البطان الفاقع خلى جناني قاري الهم وتارك الواقع
نسام الغفر بالله يجيب لي اخبار واحمل كيف شزاهن لو مرر بيديارن. حشام المجلس السلب اللحم في سكارن جاربين الزمان وابعد علينا مزارن. حنيني كان مهدن وهسه اصبح قارن زاد وغرام ضبي وجر الحشام يتمارن. ابي فارق نحسيس الكتم تسرارن انتهم النار كبارهن ويبتلن صغارن. الزبنان دخل شايف الصقيت اتنسم انا يا خلي قلبي يريح نومي مقسم. عاشق الكتف هذه اللي عنقه ما هو معسم غافر يهودي لا برحم ولا بيتبسم. ده جانب من شعرنا ده البدري شويه. حسيت بانه المفروض انك تمشي لقدام وتتطور في كتابه الشعر وكتبت عنه بطريقه ثانيه مختلفه. لا قمت في 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 بعد ما قلت كثير انا طبعا هسي قد يكون الاستوديو ده كله يملاه لكن انا بختصر يعني. بتكتبه كمصدر طويل؟ انا ما الحقيقه ما بكتب. بتحفظه؟ كثير من الناس بيقولوا انا اللي بكتب وما بحفظه. يعني حسي كتبت شعر ما بحفظه لكن الشعر اصلا قبيل ما شاء الله. ده بقوله في بحفظه طوال يعني يمكن بالليل زمان يمكن بالليل احضر لي حكايات يعني يمكن 10 15 غنوه في ما بتنساهم يا ولد الشرقاوي. يعني بتيجي في لحظه ما بتكون عاوز تسترجع نص. ما كنت بنسى لكن حسي والله الزمن ده زي الحكايه الدرب دخل المويه لسه شباب لسه شباب يا ولد الشرقاوي. لا ما بقى الذاكره ما بقى زي زمان. فقمت يوم من الايام والكلام ده قبل 10 15 سنه كده قلت يا معك كده نقعد مع قلبي ده لحظات اراجعه شويه اشوفه وصل لياته مرحله دار اراجعه اي اراجعه قلت عشان يقيف من الشعر بتاع الغزل ده كان يهدي منه شويه. فقمت قلت له المهم هو بيديني وانا بديه لغايه اخر حاجه هو ما اقتنع وانا ما اقتنعت وواصلت في لكن انا خليته بس المسادير. خلينا كتبت شنو اخر حاجه لما قعدت مع قلبك قال لك شنو؟ لما قعدت مع قلبي قلت لي ما لك قلبي ريد الدعجة بيت ما تسيبه عمرك شارف الخمسين ورب دشيبه. قال لي التوبه درب ليها ما بمشيبه كان بخاطر يوم من العيوب ما بغيبه. قلت له اذاك لنفسك براك بتجيبه طلبك دي مقاسي وسهمك ابا ما يصيبه. قال لي السحي العمت المتاني سبيبه طبعه معي صريح لكن منعني رغيبه. قلت له اخشى من يوم النشور لهيبه لا تتمادى في حب اللي بيعسف طيبه. قال لي صاحبي كيف الزول بجافي حبيبه نوم عيني علاج مرض الغلبني طبيبه. قلت له اللي ما هندي ما بتلاهيبه زمنك فات وطاريه العقب لا تجيبه. قال لي دربي ماسكه عديل علي ما تعيبه حبي العذري ماني خايف سلوكي تريبه. قلت له ديما عليك عنيد درب الهلاك جاريب ومجنون ليلى وبالك عرفته نصيبه. قال لي اللي بقسمه المولى لي راضيب وعاشق ظريف وفوق عالي النجوم ترتيبه. قلت له اللي بيرجو المولى صاح ما بخيبه كل حي بيقوم بعمله الله حسيبه. قال لي اللي فريله طلع فوق نيبه عليه بتلومني لكن حسسي ما داريبه. قلت له النفور طبعه سمح تهذيبه من زمن صغير كنت بتلاهيبه. قال لي الحسس سابرني بكتر تعذيبه لهيب ويبق ويعرض في جوانح دبيبه. قلت له غايته رب الناس عليك تكفل حبك للغواني حماك ما تتنفل. قال لي فك ودرب يصيبني لا تتطفل انا كان داير توب باب الاله ما تقفل. قلت له الصواب ارجع له لا تتجفل عينك في الدرب بتفك وتبقى مغفل. قال لي المالي بس غزل التياب وترفل نجوم وتلوح صعيد وانا نجمي منها سفل. قلت له توب وسعد التوبة بالتحصيني لا تهفي في مجالات فواطر الصيني. قال لي اعتبرتك قاطع ومعاديني وغلطان من زيارة أحبابي كيف تهديني. قلت له النصايح واجبة بينك وبيني لكن إنت مخالف ودائما عاصيني. بنصح فيك وما تهيأت للراجيني الله براه من يوم العذاب ينجيني. قال لي نومي قلب بقيت الروح سايفة سبب الديمة ليرد الأشاوات عايفة. ما دام العيون مليانة موية وشايفة ما بسمح كلامك والنصايح الزايفة. قلت له جميع الأمة من يوم المحاسبة خايفة وكم فرقة معزة الدنيا ليهن ضايفة. قال لي زولتي ميم زفت نوم السايفة غبارة الشباب وقتين تجيهن طايفة. قلت له الله براه يهديك للصواب يا قلبي دي ما تفتش المعدوم وعملك سلبي. قال لي الودر العافية بلاه نزل بريت كان شادني منك طير وليه راح قلبي. قلت له هيت ما أكد منهم مغلوب إلا تذكر الموت والغبر والطوب. قال لي الفات قول في دفاتري مو محسوب 20 عام كفايه منهم من توب. قلت له ما اقدر من تعيش بعض المضي 20 وكان بدوم حق ليش شافي على الدارين. كترت العتاب يا العاصمه بتلين وبيت تسمع لي ليك رب اللطيف وحنين. خليته
وده شرجاوي يعني انا والله جميله جميل جدا المساحه دي ومستمتعه بها شديد، ورغم انه زي ما قلت في الاول في بعض الكلمات هي بتكون عصيه علينا احنا، لكن المتعه الحقيقيه في شعر البطانه وفي تفاصيله وللشاعر ذاته، بتلقى انه في كثير من المواقف اللي مرت بك انت يا وده شرجاوي وحسيت انها هي لازم تكتب في الموقف ده، ايا كان الموقف بيكون هزاك من جواك وقدرت انك تكتب فيه حاجه وتقول فيه مصدر. فاحكي لنا موقف كان عنده وقعه العميق جواك والكتبت فيه، وقول لنا المصدر اللي كتبته في لحظتها. والله اول حاجه والله الشعر ده طبعا كثير يعني في مواقف، ومواقفه الشعر بتاع الغزل طبعا مواقفه معروفه بيكون بيعرفها، لكن في اشعار ثانيه يعني مثلا في المسادير بتاعت الرحله بتاعت الجمل وما الجمل في الطريق ده منه جانب، وفي شعر في ليه موقف حصل لك انت شخصيا يا ولد الشرقاوي، يعني في مواقف ممكن تكون مفرحه جدا، في مواقف ممكن تكون محزنه جدا، في مواقف بتحس انها هي انسانيه في المقام الاول فبتكون هزتك كده جواك. والله في موقف انساني وده كان في وقت يعني قريب ما طول، لكن انا حسي في فقره كده داير اقولها لك من الشياب، شيابنا ديل عندهم شعر في المفرد ده، مفرداته قد تكون تصعب على الناس شويه يعني، لكن الواحد هو شعر كان زول شرحه بيكون فيه لما تشرح هاي بيكون فيه نوع من الجمال. فعندنا مثلا للمساجلات زي شعر الغزل اللي قلناه قبل، مثلا الشوران عبد الله قال حار فرق المجمر وعود وما هو مزاور، ابرد منه سما العقرب اللي تفاور، اللحم الجنان ابي ينهدي والشاور اصله خدار وكيف شرف الخدار بيتجاور، المحنه احمد عبد الكريم حسب ربه قال له سكن في جوفي حسيسا قاعد يتاور، من فرق قلبي ينقدوا للدنات ما كاور، عندلك الشتا وعقب الرشاشه تباور، كم نايبا بسوق ضربته لا من عاور، كرار قالوا درعات العقيد الا الشراي الزاور، رطبك نيلة العتم الصبيب ما غاور، ومجهن حكرت البوب بعد الداور وجد مخي من حرت غرامها الصاور، شيخ احمد عبد الكريم قال يا زعم المهرد جوفي بالمجلوخ جاهلا مس ناعم كالحرير الجوخ، ظبي نقع فل ولينا نموع الاخلوق حاطقا يضوي دجن الليل يبين شلوخ، المحنه قالوا المستني بصوت الغرام مفشوخ غارت قلبي جلل محرقه وصاروخ، ظبي تنغيرها من قلبي الشباب منسوخ سبيك اجياد منزه كيف مو ملفوخ، كرار قال لهم لون فريق الشمشم المملوخ ست فاخر الصبل فوق الشقيق بتبوخ، ظريفه ونار غرامك مني ما بتفوخ تلشت فكري قلبت مخي في النافوخ، يعني دي مفردات ناسنا ابواتنا يعني هو شياب البطانه، وكثير شعرهم في يعني مثلا المحنه بقول بتريم المهيدة عجم مخرط جيده ستر الليل ستر ضي الغزال توغيده، الاسمد مسك في الفرنقيس تفصيد حبوب المزني من تغليد سنه تغليده، الليل البسطع منه عاود حزني ذكرني بقيت العالمين تعوزني، الذكرى هو اصلا ما انذكر لي اذني ادعى جفاه انظف من حبوب المزني، يا اللي بيضحكي بعام المحير اتطرف اضحك خلي قلب العاشقين يتغرف، جدريك بقى فينا نزيله ما هو مكرف احذري من تصرف الشيك تسيه وتعرف. ده القوام بتاعي. اما الموقف اللي قلت لك يعني هو في موقف يعني بيحزنك في لحظات، لكن طبعا ما الحزن الدايم يعني طبعا. فمره كنا قاعدين لنا في جلسه، والجلسه دي طبعا زمان احنا عندنا جلسات بتاعت الونسه، وبعدين الناس اللي بيونسوا فينا قاموا مننا في اللحظه دي ومشوا لغرض معين يعني. فالزمن ده المواصلات ما كثيره يعني، احنا راكبين في عربيه واحده والسواق طبعا ما عليه كيف تقعد زي بقى قايم، قوم يا جماعه قوم يا زول نحن ضيوف خلنا جينا خلنا ادينا مساحتنا ادينا مساحتنا خلنا نقول له مع السلامه ساكت، قال ابدا والله انتوا باقي ناس عاد من شغل اهرجت ومرقنا قومتنا دي عندنا في سيد المنزل هناك الشردين يعني بس مع السلامه لكن ما في طريق. فهنا انا قلت طبعا ماني رضيان من السواق، لكن طوالي قلت واكدر المسافر وعاش قريمه فيه فلو وفي لبن السواجع طبه متوصف له، في كلا واحد السمع الصفير وصنف له انا يا سمحه سهر الليل عليك والف له، لا طب الدكاتر ولا اللي بيعرفوا يتفلوا ما بداولي وحات الشباب هنفلوا،
شوفي كيف بحدي للماسك فرايده ونفلو ريد الناس براك احسن طريق ونقفلو. مرك في هيبه زي فارس لبوس يوم حفله، جريان دمي في جسمي النحيل وقفله، وعن ساحة الفراق حنيت دمعي سرفله نيتي وداعه لكن بعجل مع طفله. عاشق الريد وراسخ واللحم نشفله، حسسه معاي مطول نوم عيوني عسفله، قمر دورين بعد ظهر المليح كسفله، كيف انه اليقين منه السبيب ونسفله. الحراس مالفين السهر ما بغفله، من عين الحسود يا خالق تتلطفله، لوح باليمين سند الشمال فوق كفله، دماعه مثل برد الصبيب كففله. ده موقف يا سلام والله في موقف والله احنا طبعا الزمن انتهى من جبال يا عبد الله، لكن انا مبسوطه وسعيده جدا ويعني حفيه بكل التفاصيل اللي انت بتقول فيها وبكل الشعر وما بين المسادير وما بين الدوبيت والمجاراه والمساجلات والمجادعات وكل والاخوانيات وكل التفاصيل الجميله للبطانه اللي نحن حاولنا انه نلملمها يعني في مساحه زمن بسيطه شديد، لكن ان شاء الله موعودين بمساحات اخرى من خلال ام هبج تفاصيلها وجمالياتها وجغرافياتها. شكرا لك كثير عبد الله محمد حسب الله ود الشرقاوي. الله يبارك فيك، ان شاء الله نتلاقى في حلقات، وانا شاكركم جدا يعني على استضافتكم الجميله دي، وانا والله يعني الحقيقه جوفي ده مليان جدا بالشعر من الحافظ لعند والسير بتاعت ليك ولغير القدماء لقدماء ابواتنا ولجدودنا يعني، وانا الشعر ذاته طبعا في جدودي في خوالي في ضروبه كثيره طبعا الشعر عندنا، لكن المساحات الا نقعد له مثلا بالايام معي، لكن ما حسي ما لكن ان شاء الله موعودين بانه هسي اخونا ابراهيم ده من السعوديه براسل فينا، قال يا جماعه انا ان شاء الله داير لرمضان داير منكم شغل ان شاء الله. احنا كمان دايرينكم لكثير من المساحات اللي بتجمع بيننا وبينكم ومتابعيكم ومشاهديكم ومحبيكم كمان عبر شاشه قناه الشروق الفضائيه. انا قصدت انه يكون الحوار بسيط جدا والشعر والدوبيت هو يدي مساحاته يعني وهو بتمدد فينا. شكرا لك كثير عبد الله محمد حبي حسب الله ود الشريقاوي والملقب به أمير أمير شعراء لك التحية.